بحثوا عن ظاهرة اسمها ظاهرة الفومو. شنو ظاهرة الفومو؟ يقول هذه مرض من الأمراض التي تصيب الناس الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وهي أنه ذولا يشوفون الناس عايشين بحالة مثالية. تدري ذولا المشاهير يقدمون الجانب المشرق من حياتهم، وين يقعدون، وين مثلا يأكلون، وين شنو يركبون من سيارات. فهاي الحالة المثالية تخلي الإنسان يعيش حالة اسمها حالة أن تفوت علي هذه اللحظة، ويظل خايف. شوف ذولا صاعدين سيارات كذا، ما يدري هم ماخذيها مثلا يصورون بيها فيديو بعدين يروحون تطلع مولهم، أو مثلا المطعم اللي يقعدون به دعاية وإعلان وهكذا. هذا إدمان الإنسان لهذه الحالة يخليه يعيش أمراض نفسية وما أكثرها، فضلا عن الأشياء الأخرى اللي هي سبب قتل لمهارات أبنائنا. حقيقة هذا مرض كل إحنا نعاني من عدة، الأبناء والهواتف. ملاحظ كون الإنسان قصدي هذا، هاي الحالات كلها تسبب اضطرابات في نفس الإنسان وفي مشاعر الإنسان، كون الإنسان تكون عنده القدرة على فهم مشاعره وإدارتها.